العامل الحر او الفريلانسر هو حدا ما بيشتغل بوظيفة معينة او غير ملتزم بشركة معينة، حدا بيشتغل لحسابه الشخصي، وهذا كتير في هذا العمل بتعتمد على شخصية البني آدم، كيف بيعرف ينظم وقته، يسلم الشغل بالوقت المناسب، كيف بيعرف ينظم علاقاته مع الناس ويرتب اموره كلياتها. النظام هو اساس شغل الفريلانسر. في سلبيات حتواجه الفريلانسر مثل انه ما في عنده راتب في اخر الشهر هو بيحصله، ولازم يسلم الشغل ويستلم المصاري اللي هو اشتغلها، بس في افضليات هو قاعد بيحصلها، انه هو بدل ما يفتح شركة ويكبر ويدفع من تكاليف كتيرة، تخلص من هاي التكاليف بانه هو شخص ما بيلتزم بمكان معين، ما بيلتزم بوقت معين مشان يسوي شغله. الافضلية الثانية انه ما في ادارة مباشرة فوق راسه للناس اللي ما بتحب الارتباط بإدارة معينة مشان يشتغلوا. الفريلانسر إشي حلو ممكن تبلش فيه مشان تبني شغلك الخاص وتبني شركتك الخاصة لقدام.